فالاواخر الاخوان شفت واحد التعليق هو ضحكني، السيد في التعليق قال لي علاش القناه ديالي انت ملي كنمشي كنقلب عليها في محرك البحث ديال يوتيوب كندير مثلا حافظ عسري كطلع لي القناه ديالكم، ملي كندير انا القناه ديالي ما كطلعليهاش. ايوا شتي يعني انا شي حاجه عندي واحد السر ما عطاش لك. كنحكم معكم الاخوان يعني ما كاين لا سر لا شي حاجه، كلشي ساهل وكلشي باين. المهم الاخوان اللي بغيت نقول لكم الطريقه اليوم ان شاء الله نشاركها معكم، ما تبخلوش داك اللايك لهذا الفيديو هذا ثم الاشتراك في القناه مازال ما شاركتوش، ونتلاقاو مع التفاصيل. السلام عليكم مره اخرى مشاهدي الافاضل، مرحبا بكم مره اخرى عند خوكم عبد الحفيظ. المهم الاخوان ندوزو مباشره للموضوع. فهاد القضيه الاخوان غنستعنو بجوج طرق. واحد الطريقه الاولى كما تشوفوا معايا الا بغينا يبان الفيديو ديالنا، الطريقه الثانيه الا بغينا تبان القناه. يعني اخوان هنا فين كنقول لكم من المهم انكم تختاروا اسم ديال القناه، يعني الاسم ما يكونش متداول. كما قلت لكم الاخوان في الفيديو اللي حشت في الاواخر هذا ديال كيفية انشاء قناه، يلا حشت دابا شي 3 ايام ولا 4 ايام بحال هكاك. المهم الفيديو الاخوان وضحت فيه هذه المرحله هذه، يعني كيفاش تختار الاسم ديال القناه. الاسم القناه راه مهم بزاف، ماشي تمشي تقلب على واحد الاسم ديال واحد القناه وهي ديجا كاينه وطالعه وباغي تنافسها، ما يمكنش هذه. المهم خلاصه حاول تبعد على ذوك القنوات اللي طالعين حيت صعيب باش ترانكي عليهم، مفهوم الاخوان؟ ودابا الاخوان ندوزو للمرحله الاولى اللي غنوريكم فيها كيفاش ديروا باش انه يبان الفيديو ديالكم، يعني ملي دير الاسم ديال القناه ديالك يطلعوا لي فيديو ديالك محركات البحث. وهاد القضيه ديال عارفينها بزاف منكم عارفينها، ولكن حنا نوضحوا كاين الناس اللي ما عارفينش. المهم اول حاجه كديرها ملي كتابلود الفيديو ديالك، يعني ملي كترفع الفيديو ديالك على اليوتيوب، كتمشي لواحد البلاصه واحد المرحله اللي هي سميتها الطاغ ولا الكلمات الرئيسيه ولا الكلمات الدلاليه. هذوك لي طاغ عندك فيهم واحد البلاصه مهمه بزاف، يعني تما فين خصك تدخل داك الاسم ديالك. بحالي انا دابا حاليا في القناه ديالي في بلاصه ديال لي طاغ مره كندير الاسم ديالي فيما كاين، كنكتب العسري حافظ كما تشوفوا معايا ولا حافظ العسري ولا قناه حافظ العسري. المهم انا كتعاونني الفيديو ديالك باش يطلعوا بالاسم ديالك. خلي ديك الكلمات الدلاليه الفوقانيه، المهم حنا هذوك ديال الفيديو بوحدهم، حنا كنديروا دابا الاسم ديال القناه ديالنا باش يجيش واحد فين فوق يطابي الاسم ديالنا كيطلعوا ليه الفيديوهات ديالنا كاملين. مفهوم هذه المرحله الاخوان؟ قلت لكم الاخوان في الصح ديالهم مقسم لجوج مراحل، الاولانيه كيفاش يبان الفيديوهات ديالك، ودابا الثانيه كيفاش تبان القناه ديالك، لوغو القناه كما شفتوا معايا دابا هنايا كيفاش غنبينوها. هاد المرحله الثانيه سهله الاخوان، ما عندك حتى شي حاجه، اش غديروا؟ توجه معايا دابا حاليا استوديو يوتيوب عندك، غنحاولوا ندخلوا لاستوديو يوتيوب عندنا في القناه ديالنا. اي بحال هكا غادي نجيو نهبط ستيتشينغ الى عندك بالعربيه الاعدادات، من بعد غنختاروا شانيل ولا القناه. هنا كنلقاو الاخوان كندخلوا هنا فين كاين عاوتاني لي طاغ الكلمات الرئيسيه ديال القناه عاوتاني بصفه عامه. هنا الاخوان هنا خصك ضروري دير الاسم ديالك عاوتاني، اسم القناه ولا الاسم ديالك، المهم اسم القناه كتحطوه هنايا بالفرنسي بالعربيه كما مكتوب عندك نتايا. كتحاولوا ديروا في هذه البلاصه، ملي غديروا في هذه البلاصه اين فوا مشيتي ان شاء الله تقلب على القناه ديالك غتلقاها طلعات اكيد 100%. مع هذا الاخوان ما يكونش الاسم ديالك مكرر كما قلت لكم، وهاد النتائج هادو ما يبانوش في البلاصه، ماشي مثلا دابا حاليا كتفرج فيا مشيتي طبق شي القضيه تقول دابا يبانو. ضروري انك تصبر واحد 48 ساعه الفوق، كتصبر هكا موراها ملي كتجيك تقلب كتدخل نافيغاتور بريفي مثلا ولا في اليوتيوب نيت نافيغاتور بريفي كتقلب على الاسم ديال القناه ديالك وغتلقى القناه ديالك طلع والفيديو اللي شفتها مابقاش يطلعوا. غصبروا شويه الاخوان. نزيد لكم الاخوان واحد القضيه، ممكن عاوتاني انكم تمشيو للوصف ديال لاشين ديالكم، الوصف ديال القناه راه مهم الوصف، في الوصف عاوتاني غنحاولوا ندرجوا الاسم ديال القناه ديالنا بالفرنسي عاوتاني بالعربيه. المهم هذه الخطوه الثانيه و100% ان شاء الله تلقى القناه ديالك كتبان. ها انت خويا هادشي اللي درت، صافي هادشي درت باش طلعت القناه، انت درتي التعليق اللي كتشوف فيا دابا حاليا. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه الاخوان، يعني هادشي ماشي غيجي وطلع في البلاصه، غتصبروا شويه كما قلت لكم في الاول، ضروري من الصبر باش عاد تطلع القناه ديالك. المهم كنتمنى اننا ما طولناش عليكم هذا الفيديو هذا، وما تبخلوش علينا بداك اللايك للفيديو كيف العاده والاشتراك في القناه مازال ما اشتركتوش. هي انت اللي كتشوف فينا دابا ولا انت عمرك بارطاجيتي الفيديو ديالنا؟ اش خاصك دابا تدير شي شير؟ بارطاجي مع صحابك، مع شي جروب في الواتساب، شي جروب في فيسبوك، غادي ديرها. المهم الاخوان دمتم في امان الله في فيديو مقبل ان شاء الله.